بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس موقع عياوز اونلاين. هي الدروس طبعا مقدمه من قبل فريق قصص، معكم خلدون يلداني. هذا الدرس ان شاء الله نحن حنحل تمارين على بحث الجذور، تمارين مهمه واغلبها بتجي باسئله الدورات. التمرين الاول، اذا كان عندنا 5 اس اكس زائد 1 يساوي جذر 25 اس 3 اكس، اوجد قيمه الاكس. لاحظوا انه هون 25 فيني ساويها 5 اس 2، فبيصير معنا ال 25 مثل ما قلنا سويناها 5 اس 2، فبيصير معنا 5 اس 2 اس 3 اكس، يعني 5 اس 6 اكس. وهون مرتبه الجذر عندي مو محطوطه، معناتها 2، فبالتالي هي 5 اس 6 اكس على 2 اللي هي مرتبه الجذر. اما الطرف الاول اللي هو 5 اس اكس زائد 1 ساويته 5 اس اكس ضرب 5 اس 1. طيب هلا ال 5 اس 6 اكس على 2 يعني هي 5 أس 3 إكس. 5 أس 3 إكس فيني يساويها 5 أس 2 إكس ضرب 5 أس إكس، بتروح 5 أس إكس مع 5 أس إكس، يعني بيصفى هون فقط 5 أس 2 إكس، وهون بيصفى فقط 5 مثل ما نكون شايفين. هلا بما انه الاسس متساويه، الاساسات متساويه، معناتها لازم الاسس يكونوا متساويه. يعني هذا الاس هون 1 يساوي 2 إكس، فبالتالي قيمة الاكس بتكون 1 على 2. التمرين اللي بعده، إذا كان عندي دي مربع يساوي جذر ال 2 أس ان زائد 2، أوجد الجذر التكعيبي للدي أس 6. هلا هن عم يحاولوا يضحكوا علي بهذا التمرين، بس ما فشلوا يضحكوا علي. ليش؟ شلون عم يحاولوا يضحكوا علي؟ قال طالب العادي المستوى شوي ضعيف شو بيجي بيساوي؟ معه الدي مربع بيساوي الدي اس 6، بيحسبها بعدين بيجذرها جذر تكعيبي. اول شيء شو لازم تعمل؟ لازم تشوف الطلب. شو الطلب؟ الجذر التكعيبي للدي اس 6، يعني هي فعليا دي اس 6 على 3. دي اس 6 على 3، 3 هي مرتبة الجذر، يعني دي مربع. هو عطيني الدي مربع، ايه عم يضحك عليك. هو دغري مباشرة الجواب جاهز اللي هو، بس مو حاطط لك جذر بين الأجوبة، لذلك لازم تساوي الاثنين، لازم تساوي هذا الطرف 2 أس إن زائد 2 على مرتبة الجذر اللي هي 2، اللي هو جواب سي بالأخير بيطلع معنا. مثال اللي بعده، إذا كان عندنا جذر 3 أس إكس زائد 2 على 9 أس إكس ناقص 1 يساوي 27، أوجد قيمة الإكس. طبعا لاحظوا هون إنه 9 فيني ساويها 3 أس 2، يعني بتصير 3 أس 2 أس إكس ناقص 1، بضرب ال 2 بالإكس ناقص 1 بتصير معنا 3 أس 2 إكس ناقص 2. هلا إذا كان عندي كسر وفوق في عدد أسي وتحت في عدد أسي والاساسات نفسها، ففيني اطرح الاسس، يعني بقول x زائد 2 اللي هو اس البسط ناقص اس المقام، يعني ناقص 2x، وما ننسى انه الناقص بالناقص هون بتصير زائد 2 مثل ما كنا شايفين. هلا بتروح الx مع ناقص 2x بصفى عنا ناقص x، وزائد 2 زائد 2 يعني زائد 4. هلا بنزل مرتبه الجذر اللي هي 2 لمقام الاس، فبصير معنا 3 أس ناقص إكس زائد 4 على 2 يساوي الطرف الثاني. الطرف الثاني قديش؟ 27. 27 حساويها 3 أس 3، فبصير معنا ناقص إكس زائد 4 على 2 يساوي 3. هلا حسب خواص التناسب بضرب هاد بهاد، بيطلع معي آخر شيء بحل المعادلة من الدرجة الأولى، قيمة الإكس تساوي ناقص 2. سؤال، إذا كان عندنا جذر 2 ناقص 5، هون مثل ما كنت جذر 5 ناقص 2 ضرب جذر 9 زائد 2 جذر 20. لاحظوا إنه بدي أدور على عددين جداؤهم 20 ومجموعهم 9، هن الخمسة والأربعة، فبكتب جذر الخمسة زائد جذر الأربعة، بس جذر الأربعة هو 2، فبصير معنا جذر 5 ناقص 2 ضرب جذر 5 زائد 2 على جذر 2 اللي هو المقام. هلا لاحظوا انه هي مطابقه تربيعيه، مربع الاول يعني مربع جذر الخمسه هو 5، مربع الثاني هو 4، ف5 ناقص 4 على جذر 2 يعني 1 على جذر 2، بضرب البسط والمقام بمرافق المقام اللي هو جذر 2، بصير الجواب معنا اخر شيء جذر 2 على 2 اللي هو جواب ايضا سي. عندنا مثال اخر، جذر 3 ناقص 2 جذر 2 زائد جذر 6 زائد 2 جذر 5.
هلا هون لاحظوا انه بدي ادور على عددين جداهم اثنين ومجموعهم ثلاثة، هن اثنين وواحد، فبقول جذر اثنين ناقص جذر الواحد، جذر الواحد واحد. وهون بدي ادور على عددين جداهم خمسة ومجموعهم ستة، هن خمسة وواحد، فجذر الخمسة زائد جذر الواحد وجذر الواحد واحد. فإذا بصير معنا هون جذر اثنين ناقص جذر الواحد اللي هو واحد، زائد هون جذر الخمسة زائد جذر الواحد، يعني جذر خمسة زائد واحد، بيروح الواحد مع الواحد، بيصفى معنا جذر خمسة زائد جذر الاثنين، جواب دي. مثال أيضا تقريبا فهمنا فكرة هاي الأمثلة. بدي أدور على عددين جداهم ستة ومجموعهم خمسة هن ثلاثة واثنين، بدي أدور على عددين جداهم خمستاعش ومجموعهم ثمانية هن خمسة وثلاثة، وبدي ادور على عدد علينا هون. شوفي هون في أربعة، فالأربعة هي لازم ساويها 2 ضرب 2، واحدة من هالاثنينات بربعها وبفوتها لجوا فبتصير 4، وبتلاقي في 5 فبتصير 20. فبدي ادور على عددين جداهم 20 ومجموعهم 9 هن الخمسة والأربعة، فبصير معنا هذا الأول جذر 3 زائد جذر 2، وهذا الثاني اللي هو جذر 5 ناقص جذر 3. دائما ببلش بالعدد الكبير لا تنسوا، جذر 5 ناقص جذر 3 ناقص هي ناقص ليكا ناقص ليكا. ها هون مثل ما قلنا بدي أدور على عددين جداهم 20 ومجموعهم 9 هن جذر 5 ناقص جذر 4، وفي ناقص برا فبتصير هي اشارتها ناقص وهي بتصير اشارتها زائد. هلا جذر 3 بتروح مع ناقص جذر 3، وجذر 5 بتروح مع ناقص جذر 5، جذر 2 بتضل، وجذر 4 2، فالجواب 2 زائد جذر 2 هو سي. هلا هون بدنا نعمل شغله ما لها طعمه، هون ما في عندنا 2 فلازم نضرب البسط ب2 ونقسم على 2، يعني نضرب ونقسم على 2، فبصير معنا جذر ال 12 ناقص 2 جذر ال 11 على 2. وهون ايضا نفس الشيء، جذر ال 12 زائد 2 جذر ال 11 على 2. هلا بدي ادور على عددين جداهم 11 ومجموعهم 12 بسهولة، هن ال 11 و1، فهون بكتب جذر ال 11 ناقص جذر الواحد، وهون بكتب جذر ال 11 زائد جذر الواحد، طبعا جذر الواحد واحد، والمقام هو بما انه الجذر على الكسر ككل، فجذر البسط على جذر المقام يعني على جذر 2. لاحظوا انه هون المقام جذر 2 وهون مقام جذر 2، فدغري كتبتهم كلهم على كسر واحد. هلا بتروح الواحد مع الواحد، بصفى معنا جذر 11 زائد جذر 11 على جذر 2، يعني 2 جذر ال 11 على جذر 2. بضرب البسط والمقام بجذر 2 فبصير معنا فوق جذر 2 جذر 22 على 2، بتروح 2 مع 2 بصفى معنا الجواب اخر شيء جذر ال 22. هلا عندنا 5 على 5 ناقص جذر 5 ضرب 5 زائد جذر 5 اس ناقص 1. لاحظوا انه هذا لازم ننزله على المقام، يعني بصير 1 على 5 زائد جذر 5، فبصير معنا 5 على 5 ناقص جذر 5 ضرب 5 زائد جذر الخمسة. لاحظوا انه هي مطابقة تربيعية، هي مربع الاول 25 ناقص مربع جذر الخمسة هو 5، يعني بصير معنا 5 على 25 ناقص 5، 25 ناقص 5 هي 20، فبصير معنا 5 على 20 يعني 1 على 4، جواب سي. اغلبية الاجوبة شايف سي. هلا اذا كان عندنا اكس يساوي الجذر التكعيبي ل 2 على الجذر التكعيبي ل 2، اوجد الاكس اس 18. طبعا لازم نحن نوجد قيمة الاكس بدلالة الاثنين، يعني نطلع 2 اس كذا وبيطلع معنا. هلا مبدئيا لاحظوا انه المقام جذر تكعيبي لاثنين يعني 2 اس 3، يعني بصير معنا 2 اس 1 على 2 اس 3 مثل ما كنتم شايفين. هلا يعني 2 اس 1 ناقص 3، ليش؟ لانه هون الاس 1، فواحد ناقص 3 يعني 2 اس 2 على 3. هلا مرتبة الجذر قديش؟ 3. بتنزل على المقام وبتلاقي اوريدي في 3 تانية فبتصير 9، 3 ضرب 3 9، فبتصير 2 اس 2 على 9، يعني قيمة الاكس 2 اس 2 على 9. هو شو بده؟ بده اكس اس 18، وانا طلعت معي الاكس هي 2 اس 2 على 9، فبعوض بدل الاكس 2 اس 2 على 9 ضرب 18. هلا وقت بتروح بتجي ل 18 بتلاقي بالمقام في 9، فبتروح 18 مع 9 بيصفى بدالها 2، فبيصفى 2 ضرب 2 يعني 4، بصير معنا 2 اس 4 يعني الجواب 16.
هلا هذا التمرين في حربة وجاي سؤال دورة. جذر الأربعة على 25 ناقص 3 على 5 زائد 9 على 16. طبعا أستاذ خلدون الله يخلينا إياه قال إنه ما بتجي أرقام صعبة بالامتحان، يعني ما بيجي ما عم يختبروك إنن إذا بتعرف تضرب أرقام صعبة ولا لا، عم يختبروك إذا بتعرف الفكرة ولا لا. بس هو بنلاحظ إنه المقامات كتير صعب إنه نوحدها. طيب شو ساوي أنا بحالي؟ ها هنشوف. لاحظوا إنه الحد الأول هون الأربعة على 25 هو مربع الاثنين على 5، ولاحظوا إنه الحد هاد هو مربع الثلاثة على أربعة. طيب أنا إذا أجيت جربت كتبت الحد الأول، عملته مطابقة تربيعية اللي هي مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالتالي زائد مربع الثاني. الأول طلع معي 2 على 5 مربع، والثاني طلع معي 3 على 4 مربع. طيب لو جربت أكتبها 2 ضرب الأول ضرب الثاني، لازم شو يطلع معي هون؟ 3 على 5 فقط. لاحظوا هلا 2 ضرب 2 4، بتروح ال 4 مع ال 4 بيصفى معنا 3 على 5. يا لطيف السحر، تمام؟ فهذا صار عندنا مطابقة تربيعية اللي هو مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالثاني زائد مربع الثاني، يعني هو فعليا الأول ناقص الثاني على القوس تربيع، يعني 2 على 5 ناقص 3 على 4 مربع. طبعا عندنا الجزء من المرتبة الثانية وعندي القوة أيضا 2، فبالتالي لازم أخذ القيمة المطلقة كونه مرتبة الجذر والقوة زوجية، فلازم أخذ القيمة المطلقة ل 2 على 5 ناقص 3 على 4. طبعا الجواب بيطلع معك ناقص 7 على 20، بس بما أنه في قيمة مطلقة فالجواب بيكون عندنا 7 على 20 بعد توحيد المقامات. طبعا هلا هذا سؤال السهرة اليوم. جذر ال 2010 ضرب 1998 زائد 63، شلون بدي اضرب هاد بها؟ شو هالارقام هي الخرندائية هي؟ قال تعالوا نتحربة صغيرة. قال اليوم احلى شيء قريت تعليق انه احد الطلاب قال انه في بس يقول الاستاذ خلدون تعالوا نتحربة ما تفهم شيء. يا ابني وقت ما بتفهم شيء قل لي انك ما فهمته مشان ارجع اعيده. فتعالوا نتحربة هلا، مع ذلك افهم. 2010 ضرب 1998 يساوي 36. بهذا النوع من التمارين بيجي بفرض الـ A 2010، إذا حأفرض أنه أنا A تساوي 2010. A حرف شو ما كان يكون، فيك تفرضه X مثلا. إذا حأفرض A يساوي 110، معناتها 1998 هي A ناقص 12، لأنه 1998 هي 2010 ناقص 12. إذا أنا فرضت أنه الـ A تساوي 2010، معناتها 1998 تساوي A ناقص 12. بعوض الشيء اللي طلع معي بقلب الجذر، يعني بدل 2010 بحط A، وبدل 1998 بحط A ناقص 12، تمام؟ هلأ بضرب الـ A بالـ A بتصير معنا A مربع، وناقص 12 ضرب A هي ناقص 12A زائد 36. طيب لاحظوا انه هي مطابقة تربيعية اللي هي الـ A ناقص 6 مربع، لانه الـ 12 ضعفي الـ 6 والـ 36 هي مربع ايضا الـ 6، فباخذ القيمة المطلقة لـ A ناقص 6 كونه مرتبة الجذر والقوة 2 وزوجية، فباخذ القيمة المطلقة لـ A ناقص 6. بس الـ A انا فرضتها بالاساس انه هي 2010، 2010 ناقص 6 بيكون معك الجواب بالاخير 2004. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم، بتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء.